مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج آي تك، هذا البرنامج الذي نأتيكم من خلاله بآخر أخبار التكنولوجيا وأحدث الابتكارات. عدد اليوم تتابعون فيه معنا: أبرز الهواتف المنتظرة سنة 2018، حزام هوائي يقي من الكسور أثناء السقوط، وفي فقرة أسك تك سنتعرف على آراء مستخدمي هواتف آيفون حول مشكلة تباطؤها. كل هذا وأكثر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سنة 2017 كانت حافلة بإصدارات جديدة من الهواتف، أبرزها هاتف جالكسي S8 من سامسونج وهاتف آيفون X، لكن يبدو أن سنة 2018 لن تقل عنها شأنا، كون عديد الشركات تعتزم إطلاق إصدارات جديدة. فيما يلي سنتعرف على أبرز الهواتف المنتظرة هذه السنة، لنتابع. أولا جالكسي نوت 9، تواجه سامسونج تحديات في الإبقاء على هوية منفصلة لهواتف سلسلة النوت التي كانت تتميز بشاشتها الكبيرة والقلم الضوئي والإنتاجية العالية. الآن كل الهواتف أصبحت بشاشة كبيرة، لذلك على الشركة تقديم إضافات تجعل النوت 9 مميزاً عن بقية الهواتف، ومتوقع أن يأتي برام 6 جيجابايت ونسخة برام 8 جيجابايت ومعالج سامسونج الأحدث وبقاء الشاشة بنفس المقاس وهي 6.3. الموعد المتوقع لإطلاقه شهر أوت القادم من السنة الجارية. ثانياً الآيفون إكس بلس. مع الآيفون إكس حدثت أبل تصميم هواتفها، وخلال مراجعتنا للهاتف أعجبنا به بشكل عام، لكننا شعرنا أنه صغير رغم أن شاشته تبلغ 5.8 إنش، وكنا نأمل لو كان منه نسخة أكبر بشاشة تفوق 6 إنش. لذا نتوقع من أبل في النسخة القادمة تحسين ميزة التعرف على الوجه والتغلب على ثغرات مثل أخطاء التوأم ومعالج 812 سريع جداً، وكذا تحسين أداء البطارية. الموعد المتوقع لإطلاقه شهر سبتمبر. ثالثاً LG V40. مؤسف جداً أن LG أطلقت في أوت 2017 هاتف V30، أحد أفضل وأروع هواتف العام. الهاتف من المتوقع أن يأتي بشاشة من نوع 18-9 ULED. الموعد لطرح الهاتف هو شهر أوت القادم. رابعاً هواوي P11. حسب التسريبات الأخيرة تستعد هواوي لعام كبير بالنسبة لها في 2018. الكلام يدور عن هاتف بأربع كاميرات وتقنية متطورة للتعرف على الوجه مع قراءة 300,000 نقطة ومعالج كيرين 970 السريع جداً. وكانت هواتف هواوي في سنة 2017 تألقت بتطور الكاميرا، وهذا بعد التعاون مع شركة لايكا، مما جعل الجميع متحمس لجديد الشركة الذي سيطرح حسب التوقعات شهر فبراير القادم. خامساً سوني إكسبيريا 2018. بعد أن جعلنا سوني نصم كثيراً عن منتجاته ونأمل أن نفطر على هذا التصميم، مسؤولي الشركة أكدوا أنهم قادمون بتصميم جديد للهاتف الذي لا تخمينات عن اسمه بعد، فدعونا نطلق مبدئياً اسم إكسبيريا 2018 على هذا الهاتف. حيث سربت هذه الصور التي قيلت أنها للهاتف، ولو صدق الأمر فهذا خبر سعيد، إذ يتميز الهاتف برونق وجمالية عالية. الموعد المتوقع لإطلاقه شهر فبراير القادم. سادساً نوكيا 9. كنا ننتظر هاتف نوكيا بتصميم عصري في نهاية 2017، لكن تأجل الموعد بعد منتصف شهر جانفي الجاري. فعلامة نوكيا وما تمتلكه من ذكريات جميلة بالنسبة لنا يجعلنا ننتظر ماذا ستفعل به وسط منافسة الشركة المتواجدة حالياً. والكلام يدور عن إطارات نحيفة ومعالج قوي وشاشة 5.5 إنش. الموعد المتوقع لإطلاقه يكون شهر جانفي القادم. سابعاً جوجل بيكسل 3 XL. تألقت جوجل مع كاميرا هاتفها 2 XL وانضمت لموضة التصميم العالي. الشركة تواصل التقدم ونأمل أن نستفيد أكثر من قوتها في الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء والكاميرا. الموعد المتوقع لإطلاق هذا الهاتف يكون شهر أكتوبر القادم.
ثامناً HTC U12 برق لمعان هيكل HTC U11 في 2017 في عيوننا جميعاً، وكان من أجمل الهواتف شكلاً وتصميماً. وما كان ينقص الهاتف من مميزات تقنية جاء مع نسخة البلاس هذه المرة. ننتظر جديد الشركة، لكن نأمل حقاً أن تكون أكثر لطفاً فيما يتعلق بالسعر. الموعد المتوقع لإطلاقه شهر ماي القادم. تاسعاً جالكسي S9 والجالكسي S9 بلس. فتحت سامسونج في 2017 صفحة جديدة كلياً مع سلسلة جالكسي S، ونفثت الغبار على شكل وتصميم ومواصفات هواتفها. الآن الصفحة الثانية مع S9 وأخيه بنسخة البلس. المنطق لا يجعلنا ننتظر رؤية تغييرات جذرية في التصميم على الأقل، حتى أن التصريبات تتحدث عن تغييرات بسيطة بمكان مستشعر البصمة في الظهر وشكل الكاميرا التي سوف تصبح مزدوجة. ونتوقع أيضاً التحديث إلى المعالج الأحدث إكسلنس ورام 6 جيجا بايت. الموعد المتوقع لإطلاقهما مارس أو أفريل القادمين. عاشراً الآيفون 9. هذا الهاتف هو اللغز الأكبر، حيث تبينت الاحتمالات حول تصميم وشكل الهاتف، فلم تتضح الرؤية إن كانت أبل سوف تتخلى كلياً عن التصميم التقليدي للهواتف والانتقال لشكل الآيفون إكس بإطارة نحيفة، أم ستبقى تلعب على الوترين، حيث لا زال هناك عدد لا بأس به يفضلون الإطارة العريضة الصلبة، مما يجعل الكل في انتظار ما ستفعله أبل، على أمل أن يكون سعر الهاتف مناسباً هذه المرة مقارنة بالآيفون إكس. الموعد المتوقع لإطلاق الهاتف شهر سبتمبر القادم. يتعرض في معظم الأحيان كبار السن إلى سقطات مؤذية تعرض حياتهم للخطر نظراً لهشاشة عظامهم. شركة فرنسية ابتكرت الحل لحمايتهم وتقليل الأضرار قدر الإمكان، وذلك من خلال حزام هوائي مشابه للأكياس الهوائية بالسيارات. نتعرف على هذا الحزام في التقرير التالي. تمكنت شركة فرنسية من تطوير حزام هوائي ينتفخ بشكل تلقائي ليحمي الشخص الذي يرتديه متى ما أحس أنه يوشك على السقوط. الحزام يتيح كذلك أكبر حماية لكبار السن ويقيهم من التعرض لكسور خطيرة في منطقة الفخذ إذا سقطوا على الأرض، ويعمل الحزام بسرعة فائقة، كما يستجيب بشكل فوري إذ ينتفخ في 80 جزءاً من 1000 من الثانية بعد استشعار خطر السقوط. وبحسب شركة هيلت، فإن الحزام الهوائي يتيح تجنب 80% من الأضرار التي تنجم عن السقوط، ويرجح أن يصل ثمنه في الأسواق إلى 790 دولاراً. ونبهت دراسات سابقة إلى أن كبار السن الذين يتعرضون لكسور في الفخذ معرضون بأكثر من 3 مرات للوفاة في السنة التالية مقارنة بغيرهم. وفي حال سقط مرتدي الجهاز الواقي يتوجب عليه أن يشحن الحزام بغاز يكلف 50 دولاراً، لكن الثمن قد يكون أقل بكثير من تداعيات وفاتورة الكسور. تدخل صناعة التقنيات حياتنا اليومية مجدداً، ونأمل هذه المرة أن تكون مفيدة فعلاً. محاولة أخرى من شركة كوليبري المتمثلة في ابتكار تقنية تجذب اهتمام الأهل كونها تساعدهم على تنشئة أطفالهم تنشئة حسنة، وهي عبارة عن تطبيق يسمى ماجيك ميغواغ. مزيد من التفاصيل حول هذا التطبيق في التقرير التالي. تطبيق ماجيك ميغواغ، وهو فعليا لعبة ليست كأي لعبة عادية في الهواتف، وإنما يعتمد على تقنية الواقع المعزز. لمن لا يعلم، أبسط استغلال لهذه التقنيات هو جعل عالمنا الحقيقي مرتبط ببرنامج أو تطبيق ما، وجعلهما معا تجربة واحدة ممتعة للمستخدم. وهذا باختصار التصميم وراء التطبيق الجديد. وسبب تركيزه على الأهل هو اعتماده في محور ابتكاره على إغراء الأطفال بالتسلية، لجعلهم دون إدراكهم يقومون بتنظيف أسنانهم يومياً وهم يضحكون ويلعبون. التطبيق يأتي بحزمة مع فرشاة أسنان، وسيتم تقديم منصة أو قاعدة لتثبيت الهاتف عليها أيضاً، وعند تشغيل اللعبة سيطلب منك تفعيل الكاميرا الأمامية وثم تثبيت الهاتف.
وبعدها عليك أن تبدأ بوضع فرشاة الأسنان داخل فمك لتبدأ بتنظيفهم. وعند قيامك بذلك سوف تواجه مخلوقا شريرا داخل اللعبة وتقتل الوحوش والجراثيم التي يرسلها. هذا وبسبب طبيعة الإدمان التي قد يعاني منها بعض الأطفال تجاه اللعبة، فإنها تمنع لعبها أكثر من 3 مرات في اليوم، بالإضافة إلى إرسال إشعار لأهل الطفل في كل مرة يتم تشغيل التطبيق. للأسف لا يوجد معلومات بعد حول تاريخ توفر هذا التطبيق أو سعره، لكن على الأغلب سيطلق هذه السنة. متابعي برنامج آي تاك، بهذا نكون قد وصلنا إلى ثاني فقرة في عدد اليوم، وهي فقرة جويستيك. في فقرة جويستيك لعدد اليوم سنعرفكم على أبرز الألعاب المنتظرة خلال العام 2018 والتي نتمنى أن تنال إعجابكم. في المرتبة 10 لعبة أنثم بعد فشل الجزء الأخير للسلسلة ماس إفكت أندروميدا. أنظر اللاعبين اتجهت نحو عنوان بايو وير الجديد أنثم على أمل أنها ستكون لعبة جبارة. أنثم هي لعبة RPG تفاعلية جماعية من منظور الشخص الثالث في عالم مفتوح خيالي موسع. طريقة اللعب فيها متقنة تشبه لحد بعيد ماس إفكت، وكيفية التجول والاستكشاف باستخدام بدلة لفافة، وكذلك القتال باستخدام مختلف الأسلحة، وأيضا بالإمكان التعديل على البدلة. أنثم لعبة جميلة وكأنها مزيج بين ماس إفكت وداستيني. من المتوقع صدورها في الربع الأخير من سنة 2018. تاسعاً ديترويت بيكوم هيومن. اللعبة بدأت بمشروع باسم كارا والذي ظهر عام 2012، وها هي الآن بحلة جديدة وبقصة تركز على حياة البشر الآليين. وتتيح ديترويت اللعب بثلاثة شخصيات: كارا الهاربة من المصنع والتي تحاول استكشاف ماهية المشاعر والأحاسيس، والمتحرك كونو والذي يقوم بالقبض على الآليين المجرمين، وأخيراً ماركرز والذي يحاول أن يحرر الآليين من الاستبعاد. اللعبة تتميز بالخيارة المصيرية والتي تؤثر على مسار القصة. ديترويت بيكوم هيومن ستتحمل معها قصة ملحمية متغيرة الاتجاهات، كما عودنا المخرج الإبداعي ديفيد كيج، وهي من العناوين الجديدة المميزة والقادمة بقوة سنة 2018. ثامناً Days Gone، هي أحد العناوين الجديدة الحصرية على PlayStation 4، وهي من نوع المغامرات التفاعلية المرعبة في عالم مفتوح ومن منظور الشخص الثالث. تدور أحداث القصة بعد مرور 2 سنة من انتشار وباء أدى إلى انهيار البشرية وحول الملايين إلى متحولين لهم شبه بالزومبي ويدعون بفريكاس، وسنعيش مغامرة التائه وصائد الجوائز السابق ديكنجو. اللعبة مبنية على عالم مفتوح بحيث يمكنك التجول وإنجاز المهام بطرق متعددة كالتجسس أو استخدام المتحولين كسلاح فعال، وأيضاً بإمكانك استخدام الأسلحة ذات المدى القريب والبعيد. واللعبة تشمل مركبات مثل الدراجة النارية للتجول في عالم اللعبة، وكذلك بإمكانك جمع الأدوات والموارد لاستخدامها للتطور وتعاقب الليل والنهار أيضاً. وتعاقب الليل والنهار أيضاً سيؤثر على نشاط المتحولين. Days Gone تبدو لعبة واعدة، ونتمنى أن تثبت نفسها كعنوان جديد لألعاب الزومبي. سابعاً Kingdom Hearts 3. لقد مر 4 سنوات على الإعلان عن الجزء الثالث من لعبة Kingdom Hearts سلسلة RPG التفاعلية والممزوجة بعوالم فاينل فانتازي وعوالم ديزني. في هذا الجزء سنعيش مغامرة سورا ورفاقه دونالد داك والمعروف ببطوط، وغوثي المعروف ببندق، والملك ميكي وريكو للبحث عن حراس النور 7 ومفتاح حولة القلوب. اللعبة تتمتع بلعب سلس ومشابه لحد كبير إلى Kingdom Hearts 2 مع حفاظها على أساسيات اللعبة. في هذا الإصدار سنشهد عوالماً جديدة على السلسلة مثل عالم بيج هيرسك وحكاية لعبة. سيكوارنس تبذل جهداً كبيراً على Kingdom Hearts 3 ونأمل أنها ستصدر عام 2018. Just as shadows are cast where there is light,
سادسا سول كايبر 6، رواية الروح والسيف عادت من جديد بجزئها السادس بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، وهي تصادف الذكرى 20 لصدور الجزء الأول من السلسلة. سول كايبر 6 هي لعبة قتال بمنظور ثلاثي الأبعاد من نشر بانداي ناون، وتعتبر إحدى أقوى الألعاب القتال وكذلك من أهم العناوين لدى بانداي ناون. سلسلة سول كايبر اشتهرت بأسلوب القتال السلس والتكتيكي وباستخدام مختلف الأسلحة مع الاستفادة من عناصر البيئة المحيطة، وهذا الجزء لن يختلف عن سابقيه، بل تم إضافة ميكانيكات جديدة. تدور أحداث القصة في نهايات القرن 16، وهذا الجزء سيعيد قصة السلسلة من جديد وسيكشف عن الحقائق المخفية، وسيتم كذلك سرد القصة بطريقة جديدة، مما يعني أننا سنشهد عودة الشخصية الأساسية والمحبوبة. سول كايبر 6 بالتأكيد ستكون من أفضل ألعاب القتال لعام 2018. خامساً فاينل فانتازي 7 ريموك. عشاق سلسلة فاينل فانتازي كانوا بانتظار 7 على أحر من الجمر، إلى أن فاجأتنا كورانكس في معرض E3 لعام 2015 بفاينل فانتازي يعاد صنعها من جديد. هذا الأمر كان أشبه بحلم في طريقة لعبها التي أصبحت على شكل حلقات. لا ندري إن كانت فاينل فانتازي ريميكس ستصدر هذا العام، لكن إن حدث ذلك ستكون مفاجأة سارة لعشاق السلسلة. رابعا لعبة سبايدر مان الجديدة ذات العالم المفتوح من إنتاج ستوديو إنسومياك جيمز، التي جعلت هذه النسخة مختلفة عن باقي الأجزاء الأخرى من لعبة سبايدر مان. اللعبة من نوع المغامرة والأكشن التفاعلية، أبهرتنا بطريقة لعبها السلسة والمتقنة وبأسلوبها المشابه لحد ما إلى سلسلة باتمان من ناحية القتال والتجسس، مع استخدام العديد من الخصائص المميزة كالمشي على الجدران واستخدام شباك العنكبوت للتسلق ومهاجمة الأعداء. هذا وتوفر لك اللعبة إمكانية اللعب ببيتر ماركر بدون استخدام زي سبايدر مان، وكذلك اللعب بصديقته ماري جين في بعض المهام لمواجهة الأعداء. ومن العروض التشويقية للعبة، الجميع متفائل بهذه اللعبة لفرض اسمها هذه السنة، حيث من المتوقع أن تصدرها سوني في أي وقت من عام 2018 حصرياً على بلايستيشن 4. ثالثاً God of War، سلسلة تعتبر من أفضل ألعاب المغامرات والهاكر سلاش على الإطلاق ومن أهم العناوين لدى سوني، وكانت شهيرة بطريقة اللعب الحماسية والعنيفة وكذلك حبكة الأساطير الإغريقية. وها هي God of War عادت من جديد بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات عن آخر جزء رئيسي، مع تغير العديد من الأشياء، أهمها أن اللعبة ستركز على الأساطير الإسكندنافية وكذلك تغير أسلوب اللعب بنظام كاميرا جديد من السلسلة واستبدال سلاح كراينر الشهير بفأس جليدي له علاقة بالقصة. كرايت هذه المرة تغير عن السابق وتحول من الشخص الغاضب الذي يفكر بالانتقام إلى الشخص الهادئ والمسؤول، وفي هذا الجزء سنتعرف على ابنه أتريس الذي سيرافق والده في الترحال وسيكون له دور مهم حتى في القتال. كريتوس لديه الآن مسؤولية كبيرة، فعليه تعليم ابنه والدفاع عنه وكذلك السيطرة على غضبه الذي كان قد كلفه الكثير من قبل. God of War تغيرت كثيرا عن السابق، لكن هذا لا يعني أن السلسلة فقدت لمستها، بل ستظل من أقوى الألعاب وكذلك من أفضل الألعاب المنتظرة لسنة 2018. ثانياً Redemption 2، سيكون العنوان الأضخم لعام 2018، فنحن على موعد لخوض مغامرة الغرب الأمريكية بشكل أضخم من السابق. بالتأكيد روكستار كالعادة على قدر المسؤولية، خاصة بعد تأجيل اللعبة من عام 2017 إلى 2018،
حتى يتأكدوا من جودة اللعبة، والذي بكل تأكيد ستكون الأنظار موجهة نحو هذه اللعبة ومدى ضخامة عالمها المفتوح وعمق القصة التي ستكون قبل أحداث ريديمشن، وكذلك الرسومات القوية، من غير أن ننسى طور اللعب الجماعي المسلي والممتع. وكيف سيكون ريديمشن 2 التي سوف تستحوذ على جوائز 2018 وكانت لتكون في المركز الأول في هذه القائمة لولا اللعبة القادمة؟ أخيراً في المركز الأول The Last of the Us. الجزء الأول من The Last of the Us تعتبر من أفضل الألعاب على الإطلاق، وتميزت بسرد القصة وطريقة اللعب الجميلة وكذلك حبكة الشخصيات. ومنذ أن تم الكشف عن The Last of the Us Part 2 ازداد شوقنا لمعرفة ما الذي حصل في قصة اللعبة، ولا سيما أن أحداث القصة تدور بعد مرور 5 سنوات عن الجزء الأول. نتندو قامت بعرض عرضان للعبة فقط، وكلها كانت عروض مثيرة للجدل بطبيعتها العنيف والدموي. ما الذي حدث لإيلي؟ وما الذي دفعها لقتل الأعداء بهذه البشاعة؟ هل ماتت جول؟ وهل المرأة القوية بالعرض هي والدة إيلي؟ كل هذه مجرد تساؤلات ونظريات من قبل عشاق اللعبة، وكل ما علينا فعله هو الانتظار ريثما تصدر اللعبة وتتضح الأمور. هناك الكثير من التساؤلات عما حدث في القصة مع القليل من التفاصيل. لا ندري ما إن كانت اللعبة ستصدر عام 2018، لكن من المتأكد أننا سنعرف المزيد من التفاصيل عن اللعبة والقصة في معرض E3 القادم، مما يجعل The Last of the Us Part 2 اللعبة الأكثر انتظاراً لعام 2018. بعد تعرفنا على أبرز الألعاب المنتظرة لسنة 2018 ننتقل إلى فقرة أسك تك. تراجع أداء هواتف آيفون المتعمد من ذات الشركة أحدث ضجة كبيرة. في فقرة أسك تك لعدد اليوم سنتعرف على آراء المستخدمين الجزائريين حول هذه المشكلة، وإن كانوا قد عانوا منها، وعن ما إذا كانت قد هزت ثقتهم في شركة أبل. لنتابع. الآيفون هذا ويدغلو فيه مام الباتري ما تشتش وتشري بسومة تبيع بسومة. J'ai pas une idée précise sur le sujet parce qu'honnêtement, je suis pas très fan des iPhones, je suis plus Galaxy et tout. Mais c'est juste, enfin, je suis pas fan. C'est dû au fait que les iPhones, ça marche un peu en génération. À chaque fois qu'il y a un iPhone, l'autre, il bloque et il bug et tout. Alors honnêtement. C'est le cas à plusieurs des gens. Ça a pris un coup. En plus, je crois que les iPhones, gars, c'est le marketing. Pour qu'ils vont, voilà. Voilà, c'est. Enfin, c'est une entreprise, ils doivent vendre. Maintenant, s'ils ont des problèmes. شركة عملاقة كيما أبل وسمعت باللي تعمدوا إنه ينقصوا في الجوري دفي تعلى باتري باش تشد عام باش كي يهبط عاود جديد يكون المستهلك أوبليجي راح يشري تليفون جديد. فوالا، وبصح الشعب الأمريكي ما ربعش يده. رفع شكوى كما راني سامع، واستجابت ليهم الشركة. يعني مش لا انا مش نستنجو قوة الرأي العام فماك كيفاش معتبر، وهبطت لها سومة من 99 دولار على ما اظن الى 30 ولا 25 دولار. انا يا اختي انا نقول لك تليفون مليح، انا كسبه اسمه لا شارجي شد عاد نكونيكتي به نصور به، عنده حاجة هي انا كيطيح سيب وراح اسما لي بيس تاعو هنا ما كاش في الجزائر كيطيح لنا راه. بصح انا اسما كي مستعملو نعرف واش كاين، الباتري تشد لا شارج لاباس مليح. صح عانيت بزاف، شريت زوج تليفونات وبعد تكسروا لي الباتري ما تشدش، ومن بعد حسيت نكسر فيهم هكذايا. التلاعبات انا شخصيا ما ملكتش الايفون هذا وغالي عليا ما نقدرش نشريه. نظل كي كنت كي كان الايفون 3 والكات وكذا كنت نمن غير بالايفون، مي اشاك فوا لازم ترجع للبي سي والايتونز و معقد شويه، فنهزو نحنا الاندرويد ساهل. لا جامي ما كاش منها، جامي صرا لي بروبليم باتري انا، جامي صرا لي جامي نشارجي اسما جورني كومبلي انا كونيكتي به نتصور نسمع موسيقى نورمال، مي ديرونجينيش كاع هيتيك ما بلاصيش كاع في لاشارج. يبلوكي ساعات يبلوكي ساعات كي سخون بزاف يبلوكي ساعات الباتري تنطيح. سي نورمال، ils ont trahi en quelque sorte la confiance de leurs clients.
Alors maintenant, si leurs clients leur en veulent ou la maison de chez Xiaomi, moi je les comprends. نحاسبهم والله غير نحاسبهم باسكو عطاونا يخدموا تليفونات ناقصين هكذايا الله غير معليش نو هي تعاود هي اكيد راح تولد شكوكات وبصح حتى الايفون ماشي سهله راح تعاود تفرض ارايها وتعاود تكسب لا بروف استجابت للباتري وهبطتها حاب تقول لي باللي داكور الزبائن تاعي انتم واش حابين انا راني لهنا دونك ديما ترضيهم ما تخليهمش يروحوا ونحن كي نحكوا على الاستعمال تاع الايفون رانا نحكوا على العالم ما نحكوش لهنا على الجيري سينو الجيري راهي ماهوش محقق هو بصح في العالم في الناس اللي تستعمل مليح مش اكيد شكون راح يتخلوا على الايفون هما بعد ما يقدروش يتخلوا عليه حتى ولو يكونوا متاكدين باللي كاين تلاعب. اما الان مشاهدينا نكون قد وصلنا الى اخر فقره في عدد اليوم وهي فقره نصيحه الاسبوع. الضغوطات التي نمر بها يوميا في حياتنا الاجتماعية تساهم في زيادة التعب والتوتر خصوصا عند قضاء ساعات طويلة يوميا في العمل أو الدراسة على لابتوب حيث يحس الفرد بالتعب والرغبة في الاسترخاء التام والنوم والذي سيعود بالنفع على صحة الإنسان مما سيمكنه من العودة إلى نشاطه. موقع برين يعتبر من بين المواقع المميزة التي تساعدك على الاسترخاء والنوم بطريقة علمية مجربة وفعالة. لنتابع. موقع برين له 3 وظائف يوفرها للمستعمل: مقاطع موسيقية لسماعها للاسترخاء مع العديد من النصائح العلمية والتي من المفضل اتباعها بالإضافة إلى مقاطع صوتية أخرى تساعدك على النوم عند الاستماع لها، وكذلك يوفر لك الموقع مقاطع صوتية ستغوص بك في جو حماسي للعمل أو الدراسة، حيث يعتمد الموقع على طرق فعالة تم تجريبها على العديد من الأشخاص قبل إطلاق الخدمة. الموقع مجاني ولكن يوفر كذلك خدمات مدفوعة يمكنك الاستفادة منها في حالة ترقية اشتراكك مقابل مبلغ مادي. مشاهدينا بنصيحة الأسبوع نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم. يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة أسفل الشاشة. أما أنا لقائي بكم يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. إلى اللقاء.